السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. القوة البحرية الجزائرية بولاية جيجل تقوم بتحرير رهائن بمنشأة قوية حساسة. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. نفذت وحدات من الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة تدخل سريع، وذلك لتحرير رهائن على مستوى محطة توليد الكهرباء الأشواط بولاية جيجل. وشارك في هذا التمرين مختلف التشكيلات المعنية بالتدخل في مثل هذه الحالات، وذلك من أجل تفعيل الميكانيزمات لتسيير مثل هذه الحالات وتجسيد التعاون والتنسيق الفعال بين وحدات الواجهة البحرية الشرقية.